تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية في السويداء، والمتظاهرون يقررون إغلاق فرع حزب البعث في المحافظة. مسار التطبيع الإقليمي والعربي مع سلطة الأسد يصطدم باحتجاجات متجددة للسوريين ومواقف دولية. هجمات جوية ومدفعية تستهدف مواقع في ريف إدلب، وفصائل المعارضة تفجر نفقا وتدمر دبابة لقوات الأسد. أهلا بكم في نشرة أخبار المساء. أعلن متظاهرو السويداء إغلاق فرع حزب البعث في المدينة وكافة الشعب الحزبية في المحافظة ابتداء من يوم غد الأحد، فيما تستمر الاحتجاجات في عموم المحافظة. وبحسب صفحة السويداء 24، خرج المئات من أهالي السويداء بمظاهرة في ساحة الكرامة وسط المدينة، تجمعوا من القرى المحيطة ومن أحياء المدينة لتجديد المطالب الشعبية والتأكيد على استمرارهم بالاحتجاج، فيما خرجت مظاهرات في أرياف المحافظة كبلدة صلدخ وامتان والكفر واللاهثة وقرية رافعين لافتات تؤكد مطالبهم ومنادين بشعارات تحيي أبناء سوريا في درعا وإدلب وحلب وحماة وجميع المحافظات السورية. ومعنا السيد مروان حمزة الناشط السياسي من السويداء، حياك الله سيد مروان. يعني ما هي آخر التطورات اليوم في السويداء؟ نعم، على ما يبدو أن السيد مروان ليس معنا الآن، نذهب لتقرير ثم نعود لمتابعة هذه النشرة. لا يكل ولا يمل، 12 عاما ونيف على ثورة الشعب السوري ضد بشار الأسد المستمرة إلى هذا اليوم. بإرادة وإصرار 2011 ذاته تتوسع دائرة المظاهرات والاحتجاجات في سوريا لتشمل مجددا محافظات دير الزور والرقة والحسكة وإدلب وحلب ودمشق، بعد أن عاودت البدء في درعا والسويداء. الحراك السلمي هذا لقي دعما متجددا من مسؤولين أمريكيين وأوروبيين، فقد أشاد بالمظاهرات جو ويلسون رئيس اللجنة المختصة بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الكونغرس الأمريكي، مشيرا إلى أنها أثبتت للعالم أجمع أن مستقبل سوريا مرتبط بالتخلص من حكم الأسد الوحشي. فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة أيضا أعربوا على لسان مندوبيهم إلى سوريا وقوفهم إلى جانب الشعب السوري في مطالبه المحقة، وأشادوا بشجاعة السوريين في خروجهم بمظاهرات تطالب بالحرية والعدالة ضد سلطة الأسد المعروفة باستخدام القوة لقمع المحتجين. تأتي هذه الاحتجاجات في وقت سلكت فيه دول عربية وإقليمية مسار تطبيع متعثر مع الأسد، بينما لم تحصل هذه الدول على أي مكسب منه، بل زادت شحنات الكبتاغون وتوسع نفوذ إيران في سوريا مع تجاهل كامل للعملية السياسية، وهو ما رفضته الولايات المتحدة وأوروبا منذ البداية، حيث أعرب نائب الكونغرس ويلسون عن أمله بمرور قانون مكافحة التطبيع مع الأسد في الكونغرس قريبا، وصفا إياه بالخطوة المهمة في دعم الشعب السوري نحو تحقيق الحرية والاستقلال، في ظل استمرار تأكيد الاتحاد الأوروبي على رفض التطبيع مع الأسد ورفع العقوبات عنه حتى إحراز تقدم في العملية السياسية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك محاسبة الأسد على جرائم الحرب والكشف عن مصير المفقودين. يعيد السوريون إذن سيرتها الأولى، لا تفاوض ولا حوار مع الأسد ولا حل مستدام إلا بإسقاطه ومحاسبته، في خطوة تعيد الكرة داخليا إلى قرار الشعب السوري وخارجيا إلى ملعب المجتمع الدولي، وتطالبه بوضوح بإيجاد حل لمستقبل سوريا لا وجود فيه لبشار الأسد وشركائه.
ومعنا السيد مروان حمزة الناشط السياسي من السويداء. أهلا بك سيد مروان، ما هي آخر التطورات في السويداء؟ الله يسعد مساكم ومساء جميع المشاهدين والمستمعين، حياك الله. هذه المظاهرات مستمرة لليوم الثامن على التوالي، هي مظاهرات مكملة لمظاهرات الشعب السوري التي انطلقت بال2011. لا ننسى أنه درعا هي أم الثورات. درعا في 18 تموز سأل الشعب السوري في شوارعها وانكتب التاريخ من تلك الأيام. درعا هي الأخ الروحي للسويدة. السويدة ودرعا هي حوران، حوران الجبل، حوران السهل. هذه المظاهرات مستمرة على مدى أسبوع، لن تكل ولن تمل، كل يوم بتجدد مستمر. شباب من كل المحافظة تأتي إلى مركز المدينة، إلى ساحة الكرامة، وهناك يعني اليوم مساء في اعتصامات مسائية صارت بقرى شهبة، بأم الزيتون، شاركوا فيها قرى مجادل والخرسة، وقم، عريقة، دامة، وبجنوب المحافظة كمان في اعتصامات سلمية مسائية. مبارح كان في اعتصام سلمي دعت له نساء شهبة. المفارقة الحلوة انه اثناء اعتصام بساحة شهبة مر عرس لاحد الشباب، فنزل كل موجود بالعرس، كل السيارات والباصات، وشاركوا الاعتصام، وكانت مظاهرة حاشدة وتم فيها رفع شعارات اسقاط النظام. نعم، يعني امام هذه الكلمات و التي تعبر عن وحدة الشعب السوري، عندما ذكرت درعا وأيضا وصفت لنا الأجواء في الساحات في السويداء، اليوم قادة الحراك أعلنوا أنهم سيغلقون أفرع حزب البعث وشعبه في المدينة، هل سجلتم أي تحركات لسلطة الأسد لمنع ذلك؟ البيان اللي نزل اليوم من شباب الانتفاضة الشعبية بالمحافظة هو تأكيد على البيان اللي صدر بأول الأسبوع الماضي، اللي هو بفرض العصيان المدني، ليس فرض بالقوة، لكن إغلاق دوائر الحكومية كان بإغلاقها تماما، ومنع الموظفين من الحضور إلى الدوائر الحكومية. نشكر الموظفين الذين استجابوا لهذا الأمر. الفروع أو الفرق الحزبية والشعب الحزبية وفرع الحزب من الأسبوع الماضي لا يوجد أي زائر أو أي موظف يدخل إلى تلك المكاتب. نعم. حتى أمين الفرع فوزات شقير منعوا شباب القرية من الذهاب من القرية إلى السويدة إلى قيادة الفرع. إذن يعني هم ماضون من وجهة نظرك ووفق المعطيات، ماضون في هذا الإضراب السلمي. نعم. المدني، برأيك يعني استمرار هذه المظاهرات هل ستدعم مسار الحل السياسي المتعثر أصلا أم أنها ستكون خطوة ضاغطة لدفعه نحو الأمام؟ نحن بنعتبر أنه هذا النظام دار وجهه لكل المبادرات اللي كانت، لم ينفذ ولا قرار دولي من القرارات التي فرضتها الأمم المتحدة من 2254 إلى كل القرارات، حتى المبادرة العربية الأخيرة ودعوته للجامعة العربية وكل الدول العربية اللي حاولت جاهدة لتعيد هذا النظام إلى الحظيرة العربية للأسف باءت بالفشل، وحتى دعوته إلى القمة العربية وكان هناك ما بدي أقول شروط، لكن كان في هناك بنود 1 2 3 على النظام أن يتبعها، إطلاق المعتقلين السياسيين، السماح بعودة المهجرين من خارج سوريا بدون أي قيود أمنية، لكن هذا النظام رفض رفضا قاطعا ولم يتعامل بالمبادرة العربية أبدا. ماذا هناك من أمام، يعني أمام المتظاهرين الذين ذاقت بهم الساحات؟ نعم. الخارج بكل الدول من مشرق لمغرب
ضجة بالسوريين بالمهجرين بالشباب، ونلاحظ هذا الشباب الباقي في المحافظة، طبعا الشباب الباقي بالمحافظة هو عنوان لكل الشباب موجود بسوريا، هذول الشباب ما عاد عندهم ولا فرصة أمل. نعم، إلا المظاهرات والاحتجاجات ويعني يعني بس نعم بعشر ثواني لو سمحت. نعم. تفضل. نعم، أعتذر منك لضيق الوقت. السيد مروان حمزة الناشط السياسي، كنت معي من السويداء. خرجت مظاهرة في جسر شغور بريف إدلب الغربي تحت شعار ثورة لكل سوريين، تضامنا مع الاحتجاجات في الجنوب السوري المطالبة بإسقاط سلطة الأسد. تحت عنوان معا لإسقاط الأسد والثورة لكل السوريين، خرج أهالي مدينة جسر الشغور وريفها بمظاهرة حاشدة وسط ساحة الشهداء في المدينة، وذلك دعما وتضامنا لأهالي الجنوب السوري الذين قد خرجوا في مظاهرات في محافظة درعا والسويداء. معي الآن أحد وجهاء مدينة جسر الشغور، إسماعيل حسناوي، الله يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا فيكم، الله يكرمكم يا رب. لو تحكي لنا اليوم عن هي المظاهرة اللي خرج فيها أهالي مدينة جسر الشغور. من هنا من جسر الشغور أرض الملاحم والبطولات، نوجه كلمتنا إلى إخواننا في درعا في السويداء في كل المدن السورية في كل المدن السورية السائرة ضم حكم آل الأسد، ونجدد العهد ونقول له لا بديل عن إسقاط الأسد، هذا النظام المجرم القاتل. واليوم اقتنعت كل المحافظات السورية أن لا يمكن لسوريا أن تتطور ولا أن تتقدم ولا أن تتحدث في وجود ظل عصابة يحكمها بالشعر الأسد. نحن مع أهالي السويداء، مع إخواننا في درعا، مع إخواننا في دير الزور وحلب ودمشق والساحل، كلنا يد واحدة لإسقاط هذا النظام والوصول إلى قصر المهاجرين بدمشق بإذن الله عما قريب. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. إذن مشاهدينا، مظاهرات حاشدة خرج بها أهالي الشمال السوري اليوم بمختلف المناطق ومنها مدينة جسر الشغور، وهنالك نقاط لمظاهرات أخرى في مدينة إدلب وريفها، وذلك لدعم أهالي الجنوب السوري. جمعة الأحمد، حلب، اليوم ريف وإدلب. وننتقل إلى مراسلتنا سلوى عبد الرحمن التي رصدت المظاهرات في إدلب. نحن الآن في مدينة إدلب حيث يتظاهر المئات من المدنيين والناشطين تضامنا مع الحراك في مدينة السويداء ليوصلوا رسالة لنظام سلطة الأسد وللعالم أجمع بأن هذه الثورة مستمرة. لمزيد من المعلومات نلتقي مع إحدى السيدات. يعطيك العافية. الله يعافيك يا أهلي وسهلي. تحكي لنا اليوم عن مشاركتك، إيش هي الرسائل اللي حابين توصلوها؟ والله إحنا اليوم مع تصميم بهاي الساحة مشاركة لأخوتنا الموجودين الأحرار الشرفاء في السويداء، مع تصميم بساحة الكرامة، إحنا اليوم مشاندينهم بإدلب الخضرة بهاي الساحة إدلب الكرامة، نقول لهم إحنا معاكم، ثورتنا منتصرة، لهم بشار وعنفه، وثورتنا مستمرة، لهم الإبادات الجماعية اللي شاهوا بشار ورمى نسائنا وهجرنا من بيوتنا وجوع أطفالنا، ثورتنا لا تزال مستمرة ومنتصرة بعون الله. وإحنا مشاهدين الآن بهاي الأرض مشاهدين أخوتنا الكرماء الشرفاء بكل محافظة من محافظات سوريا، نقولهم الله يثبت أقدامكم، بشار الأسد الطاغي المجرم لا يزال، ولكن رب العالمين معنا وسوف أيامه معدودة، سوف يلحد رغم أي عنف مارسوا معنا. واحد، واعتصموا بحبل الله جميعا شبابنا ولا تفرقوا، شبابنا الله يبارك فيكم ينصركم، إلهي مولاي يثبت أقدامكم. إذن كما سمعنا وشاهدنا الهتافات واللافتات التي تؤكد على استمرار الثورة رغم سياسة القتل والتهجير والتجويع لكل السوريين في كافة المناطق. سلوى عبد الرحمن، حلب اليوم، مدينة إدلب. ونشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل.
مع موجة الحر الشديد، مثلجات على الصاج تجربة فريدة في صناعة البوظة بإدلب. أهلا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء. قتل طفلين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف مدفعي تابع لقوات الأسد استهدف بلدة كنصفرة جنوبية إدلب، في وقت تعرضت فيه قرى وبلدات بريف المدينة الجنوبي لقصف مدفعي وجوي مكثف. إلى ذلك دمرت فصائل المعارضة دبابة لقوات الأسد على محور حزارين وفجرت نفقا لهم بجبل الزاوية، وكان الدفاع المدني حذر من توقف العملية التعليمية نتيجة استهداف المدارس بالمدفعية. تفاصيل أكثر بهذا التقرير. تتصاعد الاحتجاجات في درعا والسويداء وعموم المناطق السورية، فترد قوات الأسد وروسيا بقصف المدارس في إدلب ما يهدد العملية التعليمية برمتها في المنطقة. الدفاع المدني وصف تصاعد قصف المدارس من قبل قوات الأسد وروسيا بالممنهج بعد تعرض مدارس ريف إدلب لقصف مدفعي مباشر قبل أيام من بدء النشاطات التعليمية. صباحا تعرضت مدينة جسر الشغور لقصف مدفعي استهدفت إحدى القذائف وسط باحة مدرسة عبد الرحمن الناصر للتعليم الأساسي قبيل وقت قصير من بدء توافد الأطفال إليها للمشاركة في ناد صيفي يقام فيها. كما طال القصف محيط مدرسة رابعة العدوية وسقطت إحدى القذائف بجانبها. وبالانتقال إلى جنوب إدلب، تعرضت بلدة الموزرة لقصف مدفعي مماثل واستهدفت إحدى القذائف مدرسة محمد الفاتح، ما أسفر عن أضرار مادية في المدرسة التي تقع ضمن مجمع يضم أيضا مدرسة أخرى مجاورة. القصف الممنهج للمدارس يزيد من تدهور العملية التعليمية المتدهورة أصلا، ففي شباط الماضي أصدر فريق منسقو استجابة سوريا تقريرا كشف فيه عن أعداد الأطفال المتسربين من المدارس شمال غربي سوريا، وقال الفريق إن أكثر من 2 مليون طفل في سوريا يعانون من التسرب التعليمي، بينهم أكثر من 300,000 طفل شمال غربي سوريا ونحو 80,000 داخل المخيمات. تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي وعلى مدى أكثر من 12 سنة يقصف الأسد وحلفاؤه المدارس والبيوت الآمنة، يقول الدفاع المدني إن إفلاته من العقاب يجعل بشار يمعن في قتل وتدمير السوريين ومستقبلهم. ومعنا مراسلنا جمعة الأحمد من إدلب، حياك الله جمعة. يعني ما هي آخر التطورات حول المناطق التي قصفتها قوات الأسد والقوات الروسية؟ تحياتي لك عبادة. في الحقيقة حملة تصعيد جديدة شهدتها مناطق ريف إدلب، وكان النصيب الأكبر من هذا التصعيد العسكري من قبل روسيا والنظام على ريف إدلب الجنوبي ومناطق متفرقة بريف إدلب وريف إدلب الغربي. بالحديث عن ريف إدلب الجنوبي، استهدفت قوات سلطة الأسد بالمدفعية الثقيلة عدة قرى في منطقة جبل الزاوية، ومنها كنصفرة والفطيرة والبارة ودير سمبل في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب. ارتقى طفلين و4 إصابات في قرية كنصفرة بمنطقة جبل الزاوية، كما أصيب رجل مسن بدير سمبل، طبعا ذلك نتيجة الاستهدافات المباشرة لهذه القرى من قبل قوات سلطة الأسد. وصباحا ومع بداية اليوم شهدت مدينة جسر الشغور استهدافا مباشرا بـ4 قذائف من المدفعية الثقيلة التابعة لقوات سلطة الأسد، استهدفت وسط المدينة، وتركزت هذه الاستهدافات على مدرستين في المدينة طبعا، وكان ذلك تزامنا مع توافد الطلاب والأطفال إلى المدارس، وتشهد الآن هذه المدارس توافدا من قبل طلاب المرحلة الثانوية لتقديم امتحان
التكميلي التابع لامتحان الشهادة الثانوية. ذكرت فرق الدفاع المدني أن هذه الاستهدافات لم يعني تحدث إصابات سوى أضرار بالبنى التحتية لهذه المدارس. نعم. يعني جمعة لو تحدثنا عن تفاصيل حول تفجير النفق من قبل الفصائل المقاتلة. نعم. بالنسبة لهذا الاستهداف أو دعني أقول هذه العملية النوعية التي قامت بتنفيذها الفصائل المقاتلة حيث نسفت يعني عبر نفق يعني نفق بمنطقة جبل الزاوية بقرية الملاجة موقعا لقوات سلطة الأسد. وهذا الاستهداف تقول بعض المصادر العسكرية أنها تسببت بمقتل العشرات من عناصر قوات سلطة الأسد، بينهم قتلى وجرحى وتدمير أسلحة متوسطة بالإضافة إلى تدمير دبابة، وكان ذلك تزامنا مع استهداف من قبل الفصائل المقاتلة لمواقع مختلفة تتبع لقوات النظام مثل منطقة كفرنبل والملاجة، إضافة إلى منطقة حزارين في تلك المنطقة. هذه الاستهدافات ربما جاءت يعني ردا على استهدافات قوات سلطة الأسد وروسيا المتكررة على مناطق المدنيين التي كان للمنطقة تصعيد عسكري عنيف خلال الأيام والأشهر. نعم. يعني جمعة الماضية، قبل أن أودعك أريد أن أستفسر منك، هذا النفق هل يعني هو نفق تابع لسلطة الأسد تم تفجيره، أم أن النفق استخدمته الفصائل المقاتلة لتفجير نقطة تابعة لسلطة الأسد؟ نعم، في الحقيقة عبادة هذا النفق وبحسب المعلومات التي استطعنا الحصول عليها هي يعني فصائل الفتح المبين استطاعت أن يعني أن تحفر تحت منطقة تتحصن بها قوات النظام، ويعني طبعا منطقة كبيرة وتتمركز بها قوات سلطة الأسد وهنا وتتخذها يعني قاعدة لمنطلق عملياتها أو لمؤازرة خطوط الجبهات الأولى مع فصائل المعارضة في منطقة الملاجة على هذا المحور. أشكرك يا جمعة الأحمد مراسلنا من إدلب، شكرا جزيلا لك. توفي الشيخ الداعية مصطفى الصيرفي ابن مدينة حماة عن عمر ناهز 93 عاما في العاصمة القطرية الدوحة، وعرف الصيرفي بمواقفه المعارضة لسلطة الأسد حيث غادر سوريا إلى الإمارات عام 1963 بسبب المضايقات التي تعرض لها من حزب البعث، ثم عاد بعد فترة ليخرج من سوريا مرة أخرى في ثمانينيات القرن الماضي، وليستقر بعد ذلك في قطر. وكان الصيرفي عضو في اللجنة القضايا والأقليات في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعضو في رابطة العلماء السوريين. أقام مركز تجمع سوريا المستقبل في مدينة عزاز شمالية حلب دورة تدريبية للأطفال لتعليمهم ألعاب العقل والذكاء، والتي تهدف لتنمية قدراتهم العقلية وتطوير مهاراتهم الشخصية. يتشارك الطفل فاروق مع أقرانه في حضور دورة تدريبية على ألعاب العقل والذكاء في مدينة عزاز شمال حلب. يأمل ذويه أن يتقن فاروق هذه اللعبة خلال فترة قصيرة لما لها من دور إيجابي في تطوير المهارات الشخصية وتنمية القدرات العقلية للأطفال. أنا فاروق درويش عمري 11 سنة. بصراحة كانت اللعبة كتير كويسة، لعبة الكيوبيز تحريك، هي عبارة عن تحريك الأصابع وتطبيق، وهي تحريك الذكاء والعقل بسرعة.
المدربة قمر المسطو وهي مختصة في التدريب على ألعاب العقل والذكاء تشرف على الأطفال هنا وتقوم على تعليمهم المهارات اللازمة لإتقان هذه الألعاب. تمكنت خلال السنوات السابقة على تدريب العشرات من الأطفال في مناطق شمالي وشرقي حلب، حيث بدأت هذه الألعاب تشهد اهتماما كبيرا من الأهالي وإقبالا من الأطفال عليها، خصوصا بعد اعتمادها في أغلب المدارس. أعمل على تقديم تدريبات ألعاب العقل والذكاء للمستوى الأول والثاني في منطقة عزاز للأطفال من فئة 8 أعوام إلى فئة 12 عام. تدريبات الألعاب العقل والذكاء نعمل حاليا على تقديمها لعدة فوائد، فهي بتساعد الطفل على تنمية الذكاء والقدرات العقلية والتخيل، بتأمن جو من السعادة والفرح للأطفال خصوصا بعد الكارثة اللي تعرض لها الشمال السوري المحرر. بالرغم من أهمية هذه الألعاب وفوائدها للمجتمع عامة باعتبارها تنمي المواهب لدى الأطفال وترتقي بالتفكير المنطقي السليم ما يساعدهم في حياتهم المستقبلية، إلا أن غلاء أسعار هذه الألعاب وندرة توفرها في الشمال السوري هي من أبرز التحديات التي تواجه القائمين عليها والذين يسعون من خلال هذه الألعاب إلى حماية الأطفال من انتشار ألعاب العنف الإلكتروني التي تؤثر سلبا على سلوكياتهم. لؤي اليونس، عزاز، حلب اليوم. تحضير المثلجات على الصاج البارد عملية فريدة تحافظ على النكهة الطازجة والقوام المثالي للبوظة، وتعتبر تجربة جديدة وممتعة للمتذوقين الذين يبحثون عن شيء مختلف ومميز من المثلجات. التقرير التالي يبين كيف انتشر هذا النوع من المثلجات في إدلب. على الصاج البارد يتم تحضير لفافات المثلجات بطريقة فريدة ومبتكرة. يبدو أن هذا النوع الجديد من البوظة يحظى بشعبية كبيرة في الآونة الأخيرة، وذلك لغرابة شكله ومذاقه، وهو ما دفع زين للترويج له واعتماده كنوع رئيسي في سلقين بريف إدلب. بتتجمد وبتنلف على شكل رول حلو وبتتقدم بشكل شعبي على الطاولات، وهي أكل انشهرت هون. تمام، هي انشهرت من عندنا من هون لأنه نحن الوحيدين هون اللي منقدم هي الأكلة. تحضر المثلجات على صاج بارد حيث يتم مزجها بقطع الفواكه الطبيعية حتى تتحول إلى عجينة ذات قوام كريمي، وبعدها يتم إضافة المكسرات لزيادة النكهة والمذاق، ما يجعلها خيارا صحيا ولذيذا لمحبي الايس كريم. عقد مي طيبة انت ما بتعرف المزاج تحدده كيف، لانه هن عاملين ميكس يعني كتير كويس. عرفت من وين ما اجيتها طيبة بالاخير يعني. لم يكن هذا النوع من المثلجات معروفا سابقا في شمال سوريا، لكن حب الاطلاع والتطوير لدى اصحاب المهنة جعلها معروفة ومشهورة وتنافس الأنواع التقليدية للمثلجات. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب توداي تيفي دوت نت. إلى اللقاء.